الرحمن الرحيم. اليوم بالغ الحزن والأسى تلقينا الوفاة ديال الصديق والأخ المهدي الضغوغي. فتعازينا الحارة للعائلة ديالو الكبيرة والصغيرة. فالخبر اللي نزل عنا كالصاعقة اليوم اللي صراحة خبر اللي ما كناش كنتسناه، ولكن هذا قدر الله، الموت علينا حق. إن لله وإنا إليه راجعون. فاللاعب لاعب مهدي اللي صراحة لا كرويا لا أخلاقيا، لاعب ما عندك ما تقول فيه. بدا المسيرة ديالو في فرق، زاور عدة فرق في المغربية، فرق لا في الدرجة الثانية لا في الدرجة الأولى. كنا غنشوفوا المهدي في واحد الفريق اللي كبير لولا الإصابة اللي وقعت ليه فاش كان كيلعب في الوداد البيضاوي. ف مؤخرا بينا كنشوفوا بينا كنفقدوا لعابه كبار من الدوري المغربي. هذا قدر الله والموت علينا حق. الاسره ديالو ان ماشي ساهل تفقد احد من الابناء ديالك اللي كنتي في يوم من الايام تطمح تشوفه في واحد فريق في واحد المرتبه. فماشي الاسره ديالو اللي افتقدته، حتى حنا افتقدناه. فلاعب كبير نتمنوا من الله يرحمه في هذا النهار هذا، في هذه الايام العظيمه عند الله. وان لله وانا اليه راجعون. الله يصبر الام ديالو ويصبر الاخوان ديالو ويصبرنا حتى حنايا. اننا بصراحه افتقدنا لاعب لا اخلاقيا لا كرويا ما عندك ما تقول فيه. لاعب اللي ما عمرك تسمع منه العيب، لاعب اللي كنت تشوفه ديما حاضر راسو لا في تدريب لا في مقابله، ما كنتش تسمع منه شي حاجه اللي ديال العيب. كتشوف تدخل تيأدي الواجب ديالو. ان لله وانا اليه راجعون. والله يرحمه والله يواسي الاسره ديالو لا الصغيره لا الكبيره.